تشير الإحصائيات إلى ارتفاع منسوب الجريمة والشروع في القتل العمد من قبل عناصر ميليشيات الحوثي بسبب الحرب النفسية والحملات التعبوية لثقافة الموت التي يروج لها الحوثيين، والحصانة الممنوحة لعناصرهم الإرهابية المنضوية تحت عباءتهم لتتفاقم معدلات جرائم القتل في ظل فساد هذه الأجهزة الأمنية عن أداء مهامها كما يتوجب عليها، حتى غدا القتل والموت شيئا مألوفا. مصادر مدنية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الفوضى والانفلات الأمني الذي يقدر بالمئات من القتلى والجرحى نتيجة جرائم القتل العشوائية من قبل الميليشيات. وفي جريمة جديدة تفضح عصابات الإرهاب، قتلت مؤخرا العامل في محل لبيع الخضروات في سوق مديرية يريم أحمد واصل في أحد محلات بيع الخضروات لرفضه دفع 200 ريال يمني، أي ما يعادل ريال سعودي واحد فقط، كإتاوة لقيادي حوثي. وأكمل الشهود أن القيادي الحوثي وجه مسلحيه بقتل واصل فور رفضه دفع 200 ريال إتاوة دون أي مسوغ قانوني أو سندات مالية، مبينة أن الميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب جرائم سرقة وسطو على أراضي وممتلكات المدنيين في مناطق سيطرتها. وإلى ذلك تعمد الميليشيات الحوثية على تسميم أفكار عقول شبابها بدوراتها الطائفية الإجبارية وتوزيع المخدرات بين أوساط المشاركين في جبهات الموت معها، فهي تعلم تماما بأن تخدير العقول سيخدر تلك الأجساد الهزيلة المشاركة معها وسيجعلها مسيرة بأجندتها الطائفية الإيرانية.